الشباب اللي قراو عندي وتربوا على يدي راهم في المناصب العليا، قياد في الامن في الداخليه، منهم الاستاذ الهيني اللي انا تنفتخر به، قرا عندي في الجمعيه ديال بن سوده ديال تجمعتي، والهيني المحامي الشهير اللي تنصر المظلومين، تنا تنشدوا من هذا المنبر باش يوقف معايا، لان هذا السيد فايت برلماني وعنده الجاه وعنده المال، وانا غير مسكينه وعلى قد حالي، ما بغيتش هذا التالي ديالي يكون بهذه المساله هذه.